السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف عليك؟ معاك عماد ابو العظم. قول لي يا عماد، انتوا فين وبتعملوا ايه؟ احنا في دار ايتام هنا في الجيزه. دار ايتام في الجيزه. بنعمل دايما عمل خيري بناء عن التعامل بيننا وبين الدار. بيتصلوا بينا للايتام وذو الاحتياجات الخاصه. احنا مجموعه اسمها نجوم الاصدقاء، تيم كده مع بعضينا تم الفار. فبنعمل عمل خيري في اي جمعيه خيريه، اي حد بيحتاجنا احنا بيتصل بينا وبيتواصل معانا. احنا بنعمل اعلان عن طريق فيسبوك. يعني انتم مكونين مجموعه قبل كده؟ احنا تيم نجوم الاصدقاء تمن تنفار وقابلين الزياده، ومفتوح لاي حد عاوز ينضم معانا بنضم. احنا بنوصل ل 30 و40 نفر وبنعمل عمل خيري عن طريق فيسبوك. اي حد اي دار عايز حد يحلق، عندهم ناس ذو الاحتياجات الخاصه بيتواصل معانا على الفيسبوك واحنا بنروح اي دار. الهدف من كده ايه بقى؟ والله الهدف من كده جالنا اول حاجه فكره كده ان احنا عاوزين نعمل عمل خيري ونزكى عن صحتنا بس بطريقه مباشره. فقلنا ان احنا نعمل العمل دوت، يعني بدل ما نعمل اي حاجه ثانيه افضل شيء ان احنا نتجمع وبنعمل العمل الخيري دوت وبنحلل الايتام وذو الاحتياجات الخاصه في اي دار. فلو اي دار محتاجه اي شباب احنا بنعملها تطوعا طبعا لوجه الله تعالى، ويزكى عن صحتنا وعن مهنتنا وعن محلاتنا. كلنا عندنا اصحاب محلات الحمد لله، وبنقضي يوم الاثنين دوت في اي دار ايتام بنحلل الاطفال. اللي هو الاجازه بتاعتكم؟ اللي هي الاجازه بتاعتنا. فيكم بقى يعني الشباب الموجود كلكم مصريين ولا في؟ والله ساعات بيجي لنا ناس من بره مصر، من الاردن، من العراق، من سوريا، عن طريق الاعلان اللي بننزله عن طريق الفيسبوك، ودي من مميزات الفيسبوك. واحنا النهارده لحسن الحظ برضه معانا شاب من سوريا اسمه غيث. غيث؟ طيب ممكن نمدح له؟ طيب يا غيث تعالى معانا. غيث اهوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت عارف عليك؟ غيث عبد الرحمن. غيث انت منين؟ من سوريا. طب انا شايفك ما شاء الله يعني ماسك حد وعمال تحلق له، انت اتعلمت المهنه فين؟ انا اتعلمت هنا عند حلاق سوري محمد زيد، تمام محمد زيد. طيب انت ازاي جات لك الفكره او عرفت توصل للمجموعه ازاي؟ والله شفت الشباب منزلين على الفيس اعلان ممول وتعليقات الناس لدار الايتام، فاتصلت معاهم وطلعت معاهم. نور مصر يا سيدي. نورك يا باشا. غيث؟ غيث عبد الرحمن. والله. طيب انت الحكايه دي بتعملها كل قد ايه؟ كل اثنين. كل اثنين؟ كل يوم اثنين نطلع سوا. انت اساسا كنت بتدرس في ايه؟ انا كنت بدرس ازهر هنا. ازهر؟ خلصت؟ انا سبت المدرسه عشان الشغل. عشان الشغل. ربنا يقويك يا حبيبي. بتيجوا بقى بتحلقوا لهم مقصات وبتعملوا لهم شغل كويس؟ كل حاجه متعقمه وكل حاجه بيه. ماشي شكرا. السلام عليكم. تعرف عليك؟ محمد. علي صوتك شوية. أحمد. أحمد محمد. قول لي بقى أنت بتعمل إيه؟ احنا هنا في دار رعاية بنحلق الأطفال. طب بقالك قد إيه بقى في ال؟ احنا على طول الحمد لله متواجدين. على طول بتيجوا ال؟ بتحس بإيه بقى وأنت بتحلق لطفل كده بترضيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك اسمك ايه؟ محمد. محمد انا شايفك عامل له قصه حلوه قوي. شغل. ده شغله. فرحهم. بالك قد ايه شغال حلاق؟ هو انا معتبر مولود فيها بس لسه بس انا اعتبر مولود فيها. ايه؟ اعتبر مولود فيها. اعتبر مولود فيها. مولود في المهنه. تعرف عليك؟ صنع. طيب قول لي انت بتعمل له قصه اسمها ايه القصه دي؟ هو على جنب دوت بخلي الشكل ده مكتئب كده. نحل من نقدر نحل من شكله على قد ما نقدر. بقالك كتير بتيجي هنا؟ بقالك كتير؟ بقالي فتره باجي هنا. هو اول حاجه اللي هو بيفرح الاطفال. اي حاجه تفرح الاطفال هنا. جدع ربنا يكرمك. الله يخليك. السلام عليكم. استاذ سمير انا عارفك بقى من التصوير اللي فات. حبيبي يا استاذ محمد. قول لي بقى، قول لي اللي حصل
وازاي بتكونوا نفسكم وازاي بتتجمعوا يعني؟ سمير فريق نجوم الاصدقاء، الحمد لله من فضل الله لينا مثلا 4-5 سنين كده واخدين على الدار هنا باستمرار الحمد لله. الاطفال دي اقل حاجه نقدمها لهم، والعمل الخيري على قد ما نقدر، وده اقل حاجه نقدر نقدمها لهم، وده حقهم علينا. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. بتحس بقى بالفرحة وانت بتحرق له؟ كفاية ان احنا نشوف فرحة في عينيهم والله، الدنيا كلها. ربنا يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن ثانية بس اخد منك ثانية. تعرف عليك؟ رضا ربيع. ايه؟ رضا ربيع. رضا ربيع. تمام. انا يعني شايف برضو انتم مجموعة كبيرة ما شاء الله، وشايف كمية الاطفال كتيرة اللي بتحلقوا لهم. طب قول لي يعني ده بيستغرق قد ايه وقت؟ بتاخدوا الوقت من كام لكام يعني؟ والله الوقت احنا ما بنحسبوش وقت، لان انت جاي تعمل حاجه لله فما بتحسبش وقت. الوقت معانا مفتوح، احنا بنيجي الصبح وقت ما بنخلص براحتنا. ممكن تخلصوا على الساعه كام؟ المغرب مثلا؟ ممكن نخلص الساعه 4، ممكن 5، ممكن حسب ما نخلص يعني. حسب ما نخلص الاطفال كلها تبقى مرضيه وحلقه وهم نفسيتهم تبقى مرتاحه، اهم حاجه الحلقه تعجبهم. تحلقوا لكام واحد في اليوم تقريبا؟ لا العدد والله ما بحبش نعد. بسم الله ما شاء الله. خليها كده احسن. العدد كبير بسم الله ما شاء الله، فالحمد لله رب العالمين يعني. اهم حاجه ان هم يبقوا مبسوطين بس معانا. شاكر ليك. تسلمنا استاذ. في شيء انا شايف اصغر حلقه هو موجود معاكم؟ بسم الله ما شاء الله عليه، محمد سمير. محمد ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انا انت بتيجي معاهم عشان تحلق للاطفال الصغيرين؟ اكيد. طيب تقول انت يعني بتعمل ايه بالظبط؟ او قصه ترضيهم. ماشي. طب ما بتصاحبش على حد بقى فيهم؟ عادي زي اخواتك. زي اخواتك يعني؟ بتيجي في حد تعرفه كل مره بتسلم عليه وبتاع؟ ماشي حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف حضرتك؟ معاك حسن محمود صاحب شعر. انا لما كلمت مع الزملاء قالوا لي ان انت يعني اللي بتقوم بعمليه تجميع الشباب. ايوه بتقوم بعمليه تجميع الشباب، وانت اللي بتتكلم معاهم وبتحضر المواعيد وتظبط الدنيا كلها. فعلا. ومعانا استاذ عماد ابو العز ماسك الصفحه، هو المهتم بان هو بيجمع برضه معايا المجموعه. هي مجموعه ممتازه من احسن مصففين الشعر، واحنا بنيجي هنا هو رعاية للأطفال بنحقق لهم. ديت بيبقى صدقة جارية، وغير كده احنا بنتمنى ان كل الزملاء يجي معانا ان شاء الله بإذن الله يحلقوا للأطفال، واحنا بندخل البهجة والسرور على الأطفال بحيث ان هم يبقوا مبسوطين، لان طبعا هم بيتمنوا ان حد يجي يحلق لهم حلقة كويسة، وبيتمنوا يبقى شكلهم كويس. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. احنا بنتمنى والله ان كل اصدقائنا في المهنة ان هم ينضموا لينا ويبقوا معانا في يوم جميل زي كده، واحنا بنبقى سعداء مع الأطفال هنا هو ان احنا بنقدم لهم خدمة، ودي حاجة ربنا يجازينا عليها خير ان شاء الله. ربنا ان شاء الله تقبل منكم. شكرا لذوقك. شكرا جدا. السلام عليكم. طب يلا اللي يحلق. معلش ثانية واحدة بس. أعرف عليك؟ عبدو كلمني، أنا شايفك مع المجموعة وشغال. والله أنا أصلا مش حلاق، أنا بنزل مع عندي زبائن، بس أنا يعني كنت جايين مشروع، قلت أنا حابب إن أنا أساعد معاهم. تمام. أنا أول مرة جاي مكانهم، عارفين بس أنا أول مرة إن أنا أجي معاهم. عمل خير يعني، طبعا ما ينفعش تاخر عنه. ربنا يكرمك ويجعله في حسناتك. انا شايفك عامل له قصه زي اللي بتتعمل بره بالظبط. طبعا طبعا لازم قصه زي كده، لازم قصه لازم هو يبقى يعني هو
فرد اللي جواه وهو قاعد بيحزق على نفسه تعال الناس بره كده برضو نفس الحلقه دي طبعا زي ما بتعمل بره بتعمل هنا او كل طالما صورها بره الراجل ما حلش حاجه تمام خلاص طلع اللي خلاص تمام احنا فرح الاطفال اللي هو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط لهم الدنيا معاهم تمام الله ينور يا سوري